Baiklah, kami panggil peserta selanjutnya, yaitu peserta dengan nomor QS.1.07. Peserta dengan nomor QS.1.07 akan membaca surah Luqman dimulai dari ayat 12 pada halaman 412 dengan riwayat Abu Amr. Kami ulangi, peserta dengan nomor QS.1.07 akan membaca surah Luqman dimulai dari ayat 12 pada halaman 412 dengan rujukan Imam Abu Amr. Majelis Hakim serta hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor QS.1.07. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
واتبع سبيل من أناب إلي ثم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها صدق الله.